في المحاضرة دي هنتكلم على اللايت سكالبتنج. الهدف من اللايت سكالبتنج ان انا انور السين بتاعتي بشكل كويس. عندي الاوبجكت هيبقى له اضاءته، عندي الباك جراوند اوبجكت هيبقى ليها اضاءتها، وعندي الباك جراوند نفسها هيبقى ليها اضاءتها. مبدئيا عايز ابدا بالاضاءه العامه بتاعه السين نفسها. هروح لبلجنز واعمل دوكينج لدي هنا، تمام هنا كده. مش عارف يعني لو ينفع يجي بقى هنا يبقى كتر خيره. تمام، حاجه بالمنظر ده كده. هروح من لايتس ارنولد لايتس وهاخد الكواد لايت. كواد لايت على فكره زي الاريا لايت في سينما 4 دي. انا عاوز بس الاول اظبط الدنيا كده بحيث ابقى شايف كل حاجه، واروح في رندر والدنيا كده تمام عشان نسرع الدنيا اكتر. الكواد لايتس انا هرفعه كده تمام مبدئيا، وعايز اطلع بره الكاميرا فيو واخد ده كده ماشي، بحيث انور بيه السين بتاعتي من الجناب بالشكل ده كده. وهروح على التوب معلش سينما كان هنج وقفه. ده كده الوضع بتاع اللايت. انا كل الحكايه عايز اروح للكواد لايت وارفع الانتنسيتي بتاعته شويه، وبعد كده ابدا اشتغل على الاكسبوجر. تمام، ارفع الانتنسيتي ل 10 وارفع الاكسبوجر شويه، ما نزودش الدنيا قوي لان احنا هنتعامل مع اكتر من اضاءه. ده كده الاضاءه او الضوء اولاني. هناخد منه او بلاش ناخد دوبليكيت، هحط تاني كواد لايت. طبعا الكاميرا بتاعتي انا اقفلها، واحتياطي كمان هقوم جاي رايح اعمل لها بروتكشن. هروح كده واقوم واخد الكواد لايت التاني ده و هروتيته هنا كنترول اس، وهاجي من هنا واقوم جاي رافعه لفوق بالشكل ده، يمكن ارفعه فوق كمان شويه. بالتالي كده تمام. لو رحنا هنا وخدنا الكواد لايت ده كده، وطلعنا الاي بي ار، نروح لده ونرفع برضو الانتنسيتي. كده تمام. في بقى اللي هو الويدث. الويدث احنا لو زودناه شويه فهيقلل الاضاءه، فانا مش هزوده
دلوقتي لغاية ما نخلص الإضاءة بتاعتنا. كده خلصنا من ده وخلصنا من التاني. تعالوا نروح نحط واحد تاني من هنا كواد، وهرفع ده فوق، بس المرة دي ده انا هقلبه 90، هطلع الى فوق كده كده، انا هرفعه فوق خالص، وده انا هزوده، هاخد بس كده وهنزود ده ونزود ده بحيث ان هو يغطي المساحة بتاعت السين بتاعتي بالمنظر ده كده. نرجع هنا ونشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي. بس نيجي لده ونزود الانتنسيتي والاكسبوجر. اعتقد محتاجين ان احنا نقربه شوية. ومحتاجين ان احنا نرفع الانتنسيتي دي شوية كده، مش قوي. تعال نروح للكواد لايت الاولاني في الديتيلز. هروح لتمبريتشر وممكن هخليها كولد، ونروح للتانية وهخليها هوت كولر، بحيث الاتنين بيردوا على بعض. اما ده فهسيبه زي ما هو، ان كنت ميال ان انا اخليه كولد كولر شوية. نجيب ده ونزود الاكسبوجر حبة كده. احنا عملنا الاضاءة من اليمين و من الشمال، لسه الدنيا محتاجة اكتر من كده. انا عايز احط فيل لايت في السين. عشان احط فيل لايت او عشان اخلي الاضاءة متجانسة شوية، هحط سكاي. تمام، انا مش هعلي السكاي دي قوي، كل الحكايه بس ان انا هرفع الاكسبوجر شويه. وهروح اعتقد الكواد لايت ده نعلي الانتنسيتي بتاعته شويه، و عشان بس يدي soft shadows. كده متهيألي الدنيا بقت متجانسة وكويسة قوي، وممكن نكمل الشغل بتاعنا. هقفل IPR شوية واجهنا، لسه محتاجين كمان. لو انا خدت ده عملت له دبل كيت، وهاخده اسحبه لورا طلعه فوق، وهلفه الناحية دي كده، والفه في اتجاه زد. الافضل ان انا اطلع للفيو بورت
او التوب فيو بورت علشان اعرف اشتغل على اللايت كويس. تمام، ده كده هيمثل ال هيمثل الباك لايت، وده هنرفع الاكسبوجر بتاعه شويه. واعتقد ان احنا محتاجين نقربه من السين حبه. بالشكل كده الاكسبوزر بتاعه هنرفعه شويه يمكن اعلى من المعتاد، وهديله وورم كلر. هاخد من ده دوبلكيت وهلفه كده، فوق شوية ونجيبه كده شوية. لو رحنا للبلوجنز فتحنا الاي بي ار، هنلاقيها بالمنظر ده. لو احنا طلعنا الارنولد سكاي وقفلنا اصلا الارنولد سكاي هنلاقيها نورت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا شايف ان اضاءات الاعمده كويسه. احنا محتاجين اضاءه للعربه، الاعمده والفلور كويسين طبعا، السامبلز هنزودها شويه، لكن احنا محتاجين اضاءه العربية. لسه عايزين كمان لايتس. اللايتس اللي احنا عايزينها من قدام. اعتقد ان احنا لو خدنا لايت من دول وخدنا منه دوبلكيت لفنا كده، ده لفته غلط. كده خلصنا من الإضاءة بعد ما حطينا الضوء الأمامي وكده. اعتقد ان دي بقت اضاءتها تمام. هو الفيل لايت بقى اللي هنعمله او اللي هنحطه هو اللي هيظبط الباقي، والكار والباك جراوند لسه هنظبطه. كده خلصنا من ده ومش رافعين السامبلز. تعالوا نروح نحط من بلجنز، هنحط ارنولد سكاي، او الاحسن ان احنا نحط سكاي دوم. زي ما اتفقنا ان في السكاي دوم انا ممكن اشتغل على اتش دي اي، وممكن اشتغل على تيكتشر، وممكن اشتغل على الكالر. في حالة زي بتاعتي دي انا مش هرهق نفسي ان انا اجيب اتش دي اي، انا ممكن ارفع بس الانتنسيتي بتاعه السكاي بحيث ان انا انور باقي السين بشكل كويس. واكيد هنرجع نظبط الاكسبوجرز بتاعه اللايتس بتاعتنا. نرفع اكسبوجر للسكاي شويه، تمام، من ناحيه
من ناحية تانية تعالوا كده نقفل كل دول. طبعا فرق السماء من الأرض فرق رهيب بين الاتنين، ونفتح واحدة واحدة. ده الأولاني، التاني أعتقد إن التاني الإكسبوجر محتاج يقل، التالت، الرابع، الخامس، السادس، هنا الإكسبوجر محتاج ينزل شوية، وهنا برضو الإكسبوجر محتاج ينزل شوية. نستنى نشوف الـ IPR لما يرندر هيدينا ايه، بس انا متهيألي اعتقد النتيجة كويسة قوي. نخلي السكيل 50% علشان نشتغل اسرع. مظبوط. اللعبة دي حلوة قوي على فكرة، انك انت ترندر على الفول سايز بتاعك بس السكيل تديله 50%. اعتقد كده الدنيا بتاعتنا بدأت ان هي تظبط. ممكن ادي للسكاي دوم لايت انتنسيتي سن، ونسحب او خلي الاكسبوجر زي ما هو. في بقى نقطة مهمة جدا، عايزين ناخد كل دول وفي لايت مش هيدهالي. طيب هاجي هنا ومنساش اقول له افكت فوليومتريكس، لا كل دول نخلي بالنا من دي، لان دي انا مش هحتاجها الا مع السبوت لايت اللي انا هحط. كل دول افكت فوليومتريكس، مش عايزينهم يأفكتوا اي او يعملوا افكت لاي حاجة تخص الفوليومتريك لايتنج. كنترول اس عشان ما يهنكش كده. تمام، لسه احنا عايزين بقى نظبط العربيه شويه. هنقفل الاي بي ار وهروح لبلاجينز وهحط ارنولد كواد لايت. بس المره دي في الكواد لايت في بروجكت هقول له انكلود الكار، فيما معناه ان انا هقول له ما تبصش الا للعربيه فقط. هو ده اللي انا عايزه من الكواد لايت ده، ان هو مش هيشتغل الا على العربيه بس. كنترول اس ده هسميه كار، وهروح للانتنسيتي. اعتقد ان انا محتاج بقى اجيب الاي بي ار وهنرفع الانتنسيتي شوية. يمكن انا حتى عايز اقفل كل دول، انا عايز ابص عليه لوحده، وهرفع الاكسبوجر. محتاج الاكسبوجر يترفع كمان سنة. حل نفس اللايت ده، كنترول اس،
منه دبل كي. ويقرب من العربية. جميل، هنيجي لده. لو قفلناه بالظبط كده، كل اللي انا محتاجه ان انا اضيقه شويه عشان يدين هايلايتس دي. طبعا انا هشغل بقى الباقي. دي هرفعها له وهروح لديتيلز في الكالر ديلو. لا خلينا كول وده نفس الموضوع. كول كالر، خلي بالنا ان مجموعه اللايتس دي ملهاش اي علاقه بباقي الباك جراوند. اللايتس دي فايدتها بس على العربيه. كنترول اس، تبلوكيت الناحية التانية. نكمل، معلش كان كالعادة عمل كراش كده. احنا نورنا العربية بتاعتنا، فاضل بس جنب واحد اللي هو الجنب ده، هندبلكيت اللايت ده وننوره. انا مش هعمله دلوقتي، مش هعمله لان مش هبص من الجنب ده، لكن انا هبص من الجنب ده او هاخد الشوط بتاعي من الجنب ده كده. ده شكل الاضاءة بتاعتنا في الاي بي ار. انا كل الحكاية عايز اروح للسكاي واخد الانتنسيتي بتاعتها لورا شوية، والاكسبوجر يمكن برضو لورا شوية. ليه هقول لكم دلوقتي ان عايز اعمل حاجة زي الفوليوم لايت، تمام؟ والمفروض ان انا اضيف كمان لايت قدام هنا عشان يدي اضاءة اكتر للعربية بتاعتنا. طبعا ده مش الكاميرا، لكن لو رحنا هنا وجينا لللايت ده، مش عارف هو انا اللايت المفروض كنت اسميه اللي هو اللايت ده، وعملنا منه دبل كيت بس لتحت كده. واللايت ده في البروجكت هقول له انكلود وياخد الكار، يعني اللايت ده مش هيأثر الا فقط على الكار. هعلي الانتنسيتي وهرفع الاكسبوجر وهقلل المساحه بتاعه او السايز بتاعه
كنترول اس تهيألي هيعوز يتظبط شوية ان هو يقرب من العربية بالشكل ده كده. لو احنا رحنا على البرسبكتيف ودخلنا كده هنلاقي العربية بتاعتنا نورت بشكل كويس كده. احنا وزعنا الاضاءات بتاعتنا بشكل كويس قوي. عايز اشتغل على الفوليوم لايت او اعمل فوليوم لايت يكون مديني اضاءة كويسة من ورا البيلرز دي او من ورا العمدان دي، وده اللي هنعمله في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله.